احنا توا تحديدا في بلغراد عاصمه صربيا، وصلت لهنا نلقى البلاد هذه انه نحن كتونسيين نجموا نمشيو لها من غير فيزا. دونك اسكو تستحق باش نمشيو لها ولا لا؟ تفرجوا في الفيديو ومن بعد احكموا وحدكم. سو كالعادة باش نبداو رحلتنا من السونتر فيل نتاع بلغراد والشارع الكبير اللي فيه شوبينغ، وتوا بحكم نحنا في ديسمبر دونك سي لي مارشي نويل، دونك باش نحاولوا نصوروا أكثر ما يمكن ونقلب الكاميرا ونعيشوا أمود اف بي اس. دونك تو بدينا التقدم، وكما قاعدين نشوفوا هذو متابعين لو مارشي نويل. هذا سي شوبينغ سنتر كما قاعدين نشوفوا فيه، اكبر شوبينغ سنتر في بلغراد. هذا قهوه باهي على الاخر في الليل تعمل كل الغنيه هكا فازيت بانك تفعل البارح. هذا ريستورون يعمل هكا الدجاج وكل فازيت تراديسيون سيرب، والاسوام زاده معقوله 2 يورو 3 يورو ماكسيموم. سو كما قاعدين نشوفوا الاجواء نتاع نويل، تو باش نمشيو لبلاص واحده اخرى. كنا تنجموا تقولوا اللي نحنا دخلنا تو في منطقة الأحياء الفقيرة شوي، وقت مروح خدامة تو الأربعة ونص الخمسة، مغرب بكري عندهم لهنا وكما قاعدين نشوفوا، دونك الكلاب يتعاركوا، شوفوا معناها لهنا هكايا نصابة، فازيت هكا كل شيء، هنا بلد عادي بسيط على الآخر معناها مش كل حاجة واو. مي زادا في حاجات تنجم تشوفهم، حاجات تنجم تمشي لهم تتفرهد فيهم، يا ديما بلد اوروبي، خليكم انتوما اللي باش تجاوبوا تختاروا تقولوا شنو هي رايكم. يعني كما قاعدين نشوفوا زاد تو اكتظاظ ما نحكي لكمش، وحاجه غريبه في البلاد هذه ما عندهمش مترو تحت الارض، عندهم كاين لي بوس لي ترام، دونك معناها حاجه هرده في البنيه التحتيه نتاع البلاد. وكحكيت البارح مع دي لوكو حبوا يعملوا مشروع بشي قدو ولا لا، سينو هاكم تشوفوا في السيركيلاسيون الخمسه نتاع العشيه معناها الدنيا مقلوبه عادي، تقعد بالساعه تستنى. وانا ماشي للنهر بتاع السابة تعرضني لوحة فنية اللي هي هذيا، يقصدوا بها معناها كيفاش البني اللي هو كلا الأشجار وخلى الطبيعة تندثر في شكل فم هكا سنيه بالديار وهذيك الشجرة. هذايا ورايا اسمه النهر السابا، ويقصوا زاد نهر واحد اخر اسمه الدانوب. الدنيا كانت ماكله بعضها قبل بين الامبراطوريه العثمانيه وامبراطوريه النمسا على النهر هذايا اللي كان يمثل موقع استراتيجي، توا واحد يجي حاوس فيه بوبليش. دونك كيما قاعدين نشوفوا البلاد زاد فيها اكل جانب التاريخي، امبراطوريه العثمانيه على البيزنطيه على الرومانيه على النمساويه، دونك اللي يعجبوا الجوانب هذوما نتصور حاجه افواخ. وصلنا الى نهر السافا اللي تشوفوا فيه هذا ورايا لهنا، وباش نحاولوا نعطيو انطباعاتنا على البلاد هذيا اللي هي صربيا من غير تاثير، باش من بعد نخليكم لليبرتي تخلوا رايكم في لي كومونتير. انا الحقيقه باش نكون نوتر، فما حاجات باين فما حاجات خايبين، دونك ماهمش مسايبين الفيزا من لا شيء. سينو الشعب بيه على الاخر يفرح بيك معناها سون سامباتيك. الحقيقه تقابلت مع برشا عباد من صربيا، مشيت فطرت معاهم وقعدت معاهم في قهاوي محلاهم على الاخر. الدنيا فما حاجات غاليين فما حاجات مش غاليين برشا، دونك انت وامكانياتك تنجم تتاقلم مع الوضع، ماهيش صعيبه برشا امور فلوس امور مبيته امور مصروف، دونك حاجه هذيا تقدم حاجه تخي بوزيتيف، والباقي هاكم شفتوه في الفيديو ونخليكم انتوما تحكموا عليها. بالطبيعه كان عجبتكم الفيديو ما تنسوناش فك اللايك بوتن، واللي مازال ما عمل سابوني تيبربش يعمل سابوني.
تابعوني لنكسر لك. وملتقانا ان شاء الله في فيديو جديده ومغامره جديده وبلاد جديده. باي.